اهلا وسهلا، مرحبا بكم اصحابي. كل فيديو جديد من اسال المجرب. كانت هذه الطريقه الثانيه صنعت بها ريشو ابوا باش نسخن الماء ونطيب حاجه. الطريقه هذه عجبتني خير من الطريقه الاولى. ارجعوا الفيديو تشوفوها كيفاش الطريقه الاولى كيفاش صنعتها. الطريقه الثانيه اسرع، كان تقريبا في 5 دقائق كله حاضر. خديت طرف حطب كان هذا يطوله، قصيته على 8 اجزاء، حطيت هذا 5 اجزاء. ذيك ساعة الحفرة عملتها بالطرقة العجيبة، زادت هذه تقاوى في الفيديو القبل، واستعملت 3 بيكيات بتاع الطوند بتاعي، حاليا ناجحة على الاخر. علاش حطيت اللوح في الحطب في حفرة؟ باش تكون عملية الاحتراق اطول، خاطر كيف يبدا فما اكسجين اكثر اللوح يشعل اسرع والنار تمشي فيه صح. بالطريقة هذه نستحفظوا على النار اكثر، نستعملوا اقل حطب وتسخنها اكثر ما يمكن ماء. ثاني حاجة النار تكون محصورة، ما فماش خطر باش تلهى بالغابة، اذا كان فما هواء قوي ديما النار تقعد محصورة. انا عملت ثلاثة مجاري هواء للتهوئة. نعم، كانت هذه الطريقة الجميلة جدا. عجبها في الدخان هذا، لاحظتوا الناموس كله هرب. فكرة ناجحة مش خايب. يلا اتوت في فيديو اخر ان شاء الله.